مهندس احمد خضير، مدير اداره التنميه بمركز ومدينه برج العرب، وماسك ملف حياه كريمه بمركز ومدينه برج العرب. يعني كلمت عن المركز التكنولوجي هنا، واحنا شايفين تقريبا المبنى انتهى وهيقدم خدمات ايه لاهالي المدينه؟ بالنسبه للمبنى ده اللي قدامنا ده عباره عن مجمع خدمات حكوميه، بيضم مجمع خدمات حكوميه اللي هو مكان المجلس القديم، بالاضافه الى هيبقى فيه السجل المدني، وهيبقى فيه اداره التموين واداره الشؤون الاجتماعيه، وهيبقى فيه شهر عقاري، وهيبقى هيضم جميع اللي فيه خدمات كتير جدا، ومنها هيبقى فيه الدور الارضي هيبقى مركز تكنولوجي هيلبي جميع الخدمات لبرج العرب في التموين والشؤون الاجتماعيه والبريد وفي كافة النواحي الخدمات، فهيبقى خدمة متكاملة لجميع الخدمات، بدل ما هيبقوا هيتجهوا إلى أماكن تانية الخدمات كلها هتبقى في مكان واحد في نفس الشباك. ده بالنسبة لي. وفي مرحلة دلوقتي إعداد المدربين والموظفين بيتدربوا مرحلة تدريبية في دورات تدريبية لحين تسكين المبنى في أقرب مسافة، يعني الأيام الجاية هيبتدي يتم تشغيل المبنى ان شاء الله باذن الله كده، وهيلبي احتياجات الخدمات كلها اللي موجوده ببرج العرب. امتى يا فندم هيتم تشغيل المبنى؟ فور الانتهاء من الدورات التدريبيه للموظفين الجاريه حاليا. يعني خلاص اوشك على الانتهاء وتسلم، وكل اداره خدميه استلمت مكانها جوه المبنى الحكومي اللي هو مجمع الخدمات الحكوميه، هيحل مشكله كبيره جدا وهيدار بنظام متطور جدا ونظام حديث.